الآن تعالوا معي لنرى علم عمر، لنرى هل نقتدي به أم لا. لنشاهد. صحيح مسلم بيشرح نووي صفحة 620، أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي. قولا واحدا من عمر، لا تصلي، نكمل. فقال عمار أما تذكر يا عمر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. عمر خاف من عمار أن يفضح جهله. قد يقول قائل أن عمر نسي هذه الواقعة، طيب وهل نسي قول الله في القرآن الذي يأمر بالتيمم؟ يعني عمر يجهل حتى ما جاء في كتاب الله. شاهدوا ماذا فعل البخاري بهذا الحديث. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، الجزء الأول، صفحة 455، حديث 338. عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. هنا البخاري تلاعب بالحديث وحذف كلام عمر حين قال لا تصلي، وجعل الذي أجاب هو عمار وليس عمر. هكذا يتسترون على جهل عمر بكتاب الله. حديث آخر، صحيح مسلم بشرح نووي، حديث 1617، يذكر السند إلى أن يقول أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر أبا بكر، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. يعني عمر لم يفهم أبدا ما هي الكلالة، رغم أن رسول الله شرح له مئات المرات، حتى طعنه بإصبعه في صدره. كتاب آخر، أضواء البيان للشنقيطي، مجلد الرابع، صفحة 783. ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب من أن النبي صلى الله عليه وآله أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة جدا، ولم يفهمها عنه مع كامل فهمه وعلمه، وأن الوحي ينزل مطابقا لقوله مرارا ما شاء الله، وذلك أنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وآله عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري، وهذا الإرشاد من النبي واضح كل الوضوح. يعني قمة الجهل، ومع كل هذا لا يستحون ويقولون أن الوحي ينزل مطابق لقوله. ولكن عمر ملهم محدث. على من تضحكون؟ هل فهم عمر معنى الكلالة بعد كل هذا البيان من رسول الله؟ أبدا، بل لم يفهمها حتى مات. شاهدوا. إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، مجلد الثالث، صفحة 530. لم يكن عمر يقلد أبا بكر، يقول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة أقضي فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء، هو ما دون الولد والوالد. فقال عمر بن الخطاب إني لا أستحي من الله أن أخالف أبا بكر، فاستحي عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه، وأن ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه الخطأ. ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء، وقد اعترف أنه لم يفهمها. يعني عمر لم يقض في الكلالة في شيء حتى مات. هذا علم عمر. هل هذا يأمرنا رسول الله بالأخذ السنة منه ويجعل سنته مقرونة بسنته؟ حديث آخر، صحيح مسلم بشرح نووي، حدثنا عطاء بن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا.
قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال يعني لعمر كنا نأمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله. الهاني عنه الصفق في الأسواق. يعني أصغر صحابي يعرف هذا الأمر وعمر لا يعرفه، لماذا؟ لأنه ألهاه الصفق بالأسواق. بالله عليكم هل هذا يصلح أن يكون من الخلفاء الراشدين؟ بل أكثر من ذلك، شاهدوا معي. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية المجلد الرابع. صفحة 21. يقول مسائل خفيت على عمر، وخفي على عمر تيمم الجنوب، فقال لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل، وخفي عليه دية الأصابع، وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد. أبو سعيد الخدري وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية، يعني أعرابي من أهل البادية يعلم عمر. وخفي عليه حكم إملاص المرأة، وخفي عليه أمر المجوس في الجزية، وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائط. صفحة أخرى. وخفي عليه تسوية بين دية الأصابع، وخفي عليه شأن متعة الحج، وخفي عليه جواز التسمية بأسماء الأنبياء، وكما خفي عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. صفحة أخرى. وكما خفي عليه حكم زيادة في المهر على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وآله وبناته حتى ذكرته تلك المرأة بقوله تعالى وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر كل أحد أفقه من عمر حتى النساء. وكما خفي عليه أمر جد والكلالة. كل هذا خفي على عمر، يعني الناس من البادية أفقه من عمر، النساء أفقه من عمر، الصغار أفقه من عمر، الكل أفقه من عمر. بالله عليكم هل هذا يصلح أن يكون خليفة المسلمين ويوصي رسول الله أن نتمسك به؟ نشاهد هذا المقطع. تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 12 سنة. ما شاء الله، هنيئا لكم بعمر. هل هذا يصلح أن يكون من الخلفاء الراشدين المهديين؟ هل هذا يصلح أن يكون نبي؟ لنشاهد. عمر الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر يعمل كده؟ على فكرة لا، الحديث ضعيف. ضعيف؟ ضعيف. ضعيف سددا. ثانيا لو صح لقلنا لو كان نبي بعدي لكان أبا بكر. فمعليش يا دكتور أنا ببينها لسبب، على أساس إحنا تعودنا أن نعطي الناس حدود الحق. الله يبارك فيك. ولكن عمر ملهم محدث. هذا ما يجري على ألسنتهم، لو كان بعدي نبي لكان عمر. والحمد لله اعترف الزغبي بأن الحديث ضعيف، ثم قال بأن عمر ملهم محدث. وقد رأيتم علم عمر، حتى النساء والصغار أعلم منه. مقطع آخر. ما السؤال؟ حديث لو كان نبي بعد لكان عمر لا يصح. لا يصح. لو كان بعد يعني نبي لكان عمر لا يصح. قد يقول قائل رسول الله قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لن أتعب نفسي مع هذا الحديث الباطل، شاهدوا هذا المقطع. يقول أخ السائل ما صحة حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ الحديث ضعيف جدا من كل طرق الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث باطل وموضوع على لسان رسول الله، ومع هذا تجده في ألسنتهم. أما حديث كتاب الله وعسرتي المتواتر لا تسمع به أبدا، ويحاولون تضعيفه وستره لكي لا ينفضح أمرهم. إذن إخوة الكرام، قد اتضح بما لا مجال للشك أن رسول الله حين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لم يعني بهم أبو بكر وعمر وعثمان قطعا. إذن من هم هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين والذي منفي عنهم الضلال والغي؟ هم هؤلاء، شاهدوا. كنز العمال في سن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي مجلد الأول صفحة 106 حديث 943. إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي. إذن الخليفة الأول كتاب الله، والخليفة الثاني عترتي أهل بيتي، وإنهما يعني الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.
إذن الخليفة الأول هو كتاب الله، والخليفة الثاني عترة أهل بيتي. مصدر آخر، كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 603 حديث 1032 عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إسناده حسن لغيره. إليكم مصادر أخرى مع تصحيح الحديث لنشاهد: مسند أحمد بن حنبل الجزء 16 صفحة 28 حديث 21470 عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إسناده حسن. صحيح الجامع الصغير للألباني المجلد الأول: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. صحيح. في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي الجزء الأول وعن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تركت فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. الصحيح المسند من فضائل الصحابة تأليف أبي عبد الله عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض جميعا. صحيح لغيره. الجامع الصغير للسيوطي الجزء الثاني: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. صاد حاء يعني صحيح. ومحقق الكتاب في الحاشية يقول: صحيح. هؤلاء هم خلفاء رسول الله، كتاب الله وعترة أهل بيتي، هؤلاء هم من أمرنا رسول الله أن نتمسك بهم، وجعل سنتهم على حد سنته، لأنه يعلم أنهم لن يغيروا سنته، لأنهم منفي عنهم الضلال والغي، وهذه هي العصمة. فكتاب الله معصوم ومنفي عنه الضلال والغي، فكذلك أهل بيته بالقطع واليقين معصومين ومنفي عنهم الضلال والغي، وإلا يفترقان على كتاب عن كتاب الله. ورسول الله قال: لن يفترقا. إذن خلفاء رسول الله هم أهل بيته. كم عددهم يا رسول الله؟ قال: 12 وليس 4. شاهدوا. صحيح مسلم بشرح النووي صفحة 2294 حديث 1821 عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. إذن خلفاء رسول الله هم 12. من هو أول شخص جعله رسول الله خليفة؟ هذا هو. شاهده. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني مجلد 16 صفحة 142 عن علي عن أبيه عن علي قال: إن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بخم، ثم خرج آخذا بيد علي عليه السلام فقال: ألستم تشهدون أن الله تبارك وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأن الله تعالى ورسوله أولياؤكم؟ فقالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله تعالى سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي. هذا إسناد صحيح. هذا هو خليفة رسول الله. وأيضا إن شاء الله أعدكم أنني سأتكلم عن هذا الشطر من الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، ولنسف كل الشبه المثار حوله لكي نرى هل هذا الحديث يدل على المحبة والنصرة أم على الخلافة والولاية. مصدر آخر:
البداية والنهاية لابن كثير صفحة 276 ينقل رواية المسند أحمد بن حنبل إلى أن يقول عن عمر بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلون هؤلاء فقال بل أقوم معكم وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال وابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال فجاء ينفذ ثوبه ويقول أف وتف وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وآله لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله يعني هؤلاء وقعوا في علي عليه السلام وابن عباس بدأ يذكر فضائل علي عليه السلام إلى أن يقول وقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي وهذا الحديث ذكره أحمد بن حنبل لنشاهد مسند أحمد بن حنبل الجزء الثالث صفحة 331 حديث 3062 الحاشية يقول إسناده صحيح يذكر السند إلى أن يقول صفحة 333 فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي إليكم مصدر آخر السنة لابن أبي عاصم الجزء الأول صفحة 799 حديث 1121 عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي يقول إسناده صحيح رجاله رجال مسلم حديث آخر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إلا أنك لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي الحاشية يقول إسناده حسن إذن خليفة رسول الله الحقيقي هو الإمام علي عليه السلام الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بنقيصة له كيف يأتون بنقيصة وهو معصوم بنص آية التطهير والذي منفي عنه الضلال والغي أين المفر من كل هذه الحقائق ثم تقولون لماذا نتشيع بالله عليكم كيف لا أتشيع وأتبع وصية رسول الله تركت فيكم خليفتين خليفتين يا عباد الله ماذا تريدون أكثر من رسول الله أن يقول قال ثقلين قال ما إن أخذتم به لن تضلوا قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا قال تركت فيكم خليفتين أي لفظ آخر تريدون من رسول الله أن يقول صدق الله عز وجل حين قال قرآن الكريم سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلا حول ولا قوة إلا بالله لنشاهد هذا المقطع التمثيلي وتخيل نفسك وكأنك واقف أمام رسول الله لنشاهد أيها الإخوة والأخوات قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أدعوكم جميعا إلى تقوى الله ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أيها الناس إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت القرآن والعترة الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى الله مولاي
وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. الله أكبر الله أكبر. هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي. تخيل أيها المسلم أنك واقف أمام رسول الله وهو يقول لك هذا الكلام، ماذا كنت ستفهم؟ هل رسول الله يوصيك بالمحبة أم بالتمسك بأهل بيته؟ والله العظيم هذا الحديث كاف على أن يجعلك على الأقل تتدبر وتبحث عن الحقيقة. إذا الإخوة الكرام، الحديث الذي يتبجحون به ليل نهار أذكركم الله في أهل بيتي قد تبين حاله، أنهم تلاعبوا فيه لكي يصرفوه عن معناه الحقيقي، وهو أن رسول الله أراد أن نتبع أهل بيته وليس فقط محبتهم. فاتبعوا أهل بيته واتركوا بيعة السقيفة التي كانت فلتة ووقى الله شرها. ومن هنا أتحدى تحدي آخر لقناة صفا ووصال، أتحداكم أن تثبتوا أن حديث كتاب الله وعترتي لا يدل على اتباع أهل البيت، وأنه فقط يدل على المحبة. وأعطيكم وقت إلى يوم القيامة، فمن لها يا وهابية؟ فإذا لم تردوا فاعلموا أن الناس ستتشيع وأنا أول المتشيعين. هذا دليلي وهذه حجتي، هل لديكم اعتراض؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.